الزاحف العملاق. أجب جريك، معك كونر، حول. أين ذهب جهازي اللاسلكي؟ أجل. أوه، مقرف. أجب جريك. أوه، ها هو، شكرا لك. مرحبا كونر، مهلا، أعني علم كونر، انتهى. مرحبا جريك، ماذا تفعل؟ أنظف غرفتي، تعمها الفوضى قليلا، وأمي لن تسمح لي بالذهاب إلى الاستعراض إن لم أنظفها. سيكون الاستعراض رائعا، أكيد أنت متشوق لعرض الزواحف. أجل، إنه المفضل لدي. إذا ابدأ بالتنظيف، وسنذهب للمقر الرئيس في حال حاول أحد أشرار الليل إفساد الاستعراض. ستذهبون إلى المقر الرئيسي من دوني؟ مستحيل. لكن ماذا عن غرفتك؟ لا تقلق، سأنظف هذه الفوضى لاحقا، وأريد إحضار الكاميرا من أجل الاستعراض. لابد أنها في المقر الرئيس، فأنا لا أراها هنا. حسنا، المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى أجل. يتحول جريج إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون فوضى؟ عجباً، الفوضى تعم المكان كغرفتك، قلت إنك ستنظف. صحيح، كنت سأفعل ذلك لاحقاً. هذا القناع الخاص بروميو، وهذا جهاز التقليص، كان يفترض أن تضعهما في مكان آمن. أجل، أعلم، لكن... لا بأس، نحن سنراقب المكان بينما أنت تنظف. ولا تلعب بآلات روميو. حسناً. استخدام جهاز التقليص للتنظيف لا يعد لعباً. أنا روميو، وبعد انتهائي من التنظيف سأسيطر على العالم. ما وظيفة هذا الزر يا ترى؟ ما الذي حدث؟ الآن تحول إلى جهاز تكبير، يا للروعة. مرحبا صديقاي. زاحف، من فعل بك ذلك؟ يبدو أنني عرضت نفسي لجهاز التقليص الخاص بروميو، وبالتأثير العكسي أصبحت عملاقا. اطمئن، سنعيدك إلى حجمك. لا، من الرائع أن أكون الزاحف العملاق. سأوقف أي شخص يفكر بإفساد الاستعراض. أنا ضخم. مشاكل في مكان الاستعراض. الفتاة لونا، إلى سيارة القط. خطوة واحدة للزاحف، وقفزة كبيرة للزاحف العملاق. سيكون هذا الاستعراض ملكاً لي، سنسرق الطوافات لأصبح ملكة الاستعراض. اهتفوا للونا الرائعة. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ سأوصلكما إلى حلبة الاستعراض بسرعة. دخول رائع أيها المقنعون. ما هذا؟ إنه الزاحف العملاق، وهو هنا لمنعك من أخذ الطوافات، وبالأخص طوافة الزاحف، إنها المفضلة عندي. مستحيل، حالما أحصل عليها كلها سأنقل استعراض لونا إلى الطريق العام لأوقظ الجميع. هجوم. أنت عديمة النفع هذه الأيام. لوحة لونا. أوتث، أحضري باقي الطوافات واتبعيني. هيا ارفعيها، لا تقحمي قرون الاستشعار فيها.
لن ندعها توقظ الجميع ليروها. اطمئنا، لدي خطة. مهلا. وأنا كذلك، وهي كبيرة. ما الذي تفعله؟ سأكبر حجم هذا الصندوق. إن نجحت في جعله أكبر حجما سيكون مناسبا لاحتجاز لونا وعثتها. لا! أجل! قم بتقليصها فورا. لا تقلقا، سأصلح ذلك لاحقا. علي تكبير حجم صندوق النفايات أكثر. احترسا! المقنع الضخم اقترف خطأ كبيرا. مهلا، ما حاجتي بلوح لونا إن كنت أملك عثة ضخمة؟ أكبر الحجم، هذا ملكي، ملكي أنا. والآن سأستولي على جميع الطوافات. أريد فقط المزيد من العثة الضخمة. وشيئا آخر. إلى اللقاء أيها الزاحف. عدت زاحفا صغيرا الآن. ماذا سنفعل الآن؟ أحضرا جهاز التكبير وحولاني إلى عملاق. لا زاحف، علينا التخلص من العثث العملاقة التي أوجدتها. حسناً. بوما، اجعل العثث تطاردك حتى نسترجع جهاز التكبير، ثم دعيها تمر بالزاحف حتى يقلصها. أحسنت أيتها العثث العملاقة، أحسنت. يا عثث، لن تمسكي بي. ماذا؟ لا، عودي إلى هنا. سرعة القط الخارقة. سأخذ هذا. تذكر زاحف، حين تقترب البومة مع العثث قلصها. مفهوم أيها القط. رائع، سأتفقد الفتاة لونا. واو، هي خطرت لي فكرة لجعل خطة القط ناجحة أكثر. هي ليس ثانيتان. يا إلهي زاحف، هل أنت بخير؟ أجل. يبدو أنني فزت أيها المقنعون. الاستعراض ملكي، ملكي أنا. علينا تقليص العثث، إنها فرصتنا الوحيدة. لكنني أضعت جهاز التكبير مجدداً. إنه هناك. ماذا سنفعل الآن؟ أنا هو المذنب، أعتذر لأنني لم أصلح ما أفسدته. مهلاً، حان وقت البطولة. احذر أيها الزاحف، لا تفعل شيئاً يجعله يثور. هذا تماماً ما سأفعله بوما. من هنا أيها الطائر. أجل. هيا بنا لنلحق بالفتاة لونا. أحسنت صنعاً يا زاحف. كان علي إزالة هذه الفوضى. عضلات الزاحف الخارقة. تظن أنها اللعبة؟ طائر جيد. صديقاي يحتاجان إلي، وأنت أعطيتني فكرة. الفتى القط. جناح بوما. لا لا لا. أجل، قلصنا كل العثاث. لن أحصل على جميع الطوافات، لكنني سأخذ المفضلة لديك أيها الزاحف. لوحة لونا. لقد نلنا منك لونا. أتظنون أن بضع علب ستوقفني؟ لابد أنني قلصت عقولكم أيضا. ابتعد عني يا ذيك الحبش العملاق. عضلات الزاحف الخارقة.
صنعاً، لكن كيف سنعيد ذلك الطائر العملاق؟ حسناً، سأتوقف عن اللهو بجهاز التكبير، وحان الوقت لإعادته إلى المقر الرئيس وترتيب المقر. فلنهتف معاً نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس نائمون. واو، يبدو المكان رائعاً. استغرق هذا وقتاً، ولكن الآن عاد كل شيء إلى مكانه. البطيحان. على الأقل وجدت كاميرتي. تمهل أيها الفتى القط. انظرا إلى كأس بطولة الفتى المتميز. أريد أن أفوز به، لكن سباقاتي صعبة. البيضة والملعقة، ثلاث أرجل، الجري على الكرة. لو كانت سرعة القط معي فحتماً سأفوز بهذه الكأس، أما بسرعة الطبيعية لا فرصة أمامي. الأسرع يفوز دوماً. لا تحتاج سباقات بطولة الفتى المتميز للسرعة. ألم تسمع بأن البطيء والثابت يفوز دوماً؟ مستحيل، الأسرع يفوز دوماً. كونر، تركض بالاتجاه الخاطئ. الكأس هنا في قاعة الرياضة. سأسبقكما إليها، هيا. الكأس، أين اختفت؟ انظرا، أثار أقدام محاربي نينجا. سرقها نينجا الليل، يجب أن نستعيدها. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. انظرا، محاربون نينجا، لكن لما يتمرنون؟ حتما للأمر علاقة بالكأس المسروقة. إلى سيارة القط. نعلم بأنك أخذت كأس بطولة الفتى المميز، أعدها لنا. بالتأكيد أيها المقنع الصغير، إن تمكنت من التغلب علي في ثلاثة سباقات، من يفوز يحصل على الكأس، وحتما أنا من سيفوز لأنني الأفضل. مستحيل، لا أحد يتفوق علي، أنا الفتى القط، أسرع بطل في الليل. إذن أهلا بك في كأس تحدي التميز، حيث سأثبت أنا نينجا الليل بأنني أفضل متسابق في وقت الليل على الإطلاق. الفتاة لونا، ماذا تريدين؟ حسن، ظننت أن هذا السباق السخيف بحاجة إلى حكم سخيف مثلي. شخص شرير فحكم؟ مستحيل، هكذا ستفوز. هذا صحيح، يمكنكم الموافقة أو الرفض. موافقون. مع سرعتي سنفوز، وستضطر لونا أن تعترف بهذا. ممتاز، إذن هاي، أين الكأس؟ أرغب في رؤيتها. ليس الآن، لكنك ستتمكنين من النظر إليها جيداً حين أفوز. أعثري على الكأس، لابد أنها لامعة وجميلة، وكل ما هو لامع وجميل لابد أن يكون لي. في السباق الأول يحمل كل متسابق بيضة حتى النهاية على ملعقة. فليفز المتسابق الأكثر شغباً. استعدا، ذهبا، انطلقا. قادم. آه.
وقت السرعة الآن، سرعة القط الخارقة. أيها الفتى القط لا تسرع. الفتى القط، أحسنت أيها النينجا. أوه، أنا الفائز المتفوق، يجب أن يطلقوا علي اسم النينجا الفائز. فزت في سباق واحد وبقي أمامي سباقان. خسرنا هذا السباق، لكننا سنفوز في التالي. حان وقت السباق الثاني. لكن كيف سنركض ونحن مربوطون معا هكذا؟ لا أعرف، يبدو سهلا بالنسبة لي. هي، هذا غش. سأسمح بذلك. ماذا توقعتم؟ أنا شريرة. استعدوا، تأهبوا، انطلقوا. هل وجدت الكأس؟ استمري في البحث، أريدها. اسمع، نفذ قفزتك الخارقة في نفس الوقت الذي أطير به لنحمل الزاحف. فهمت، فقط أسرعا. على ثلاثة، واحد، اثنان. أرجوك استمر. أنا قوي لكنني لست قابلا للتمدد. لنعدها ثانية، لكن لا تسرع. حسنا، لننطلق في الوقت نفسه معا. واحد، اثنان، 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 إلى أن أقذفكم بقذائف اللاصقة. هذا نينجا يغش. لا تقلق، ما زلنا في السباق. عند ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان. ماذا؟ واحد، اثنان. قلت هناك وقت لاستراحة. كنت محقة، سنفوز. ها؟ لكن إن انطلقنا بسرعة في الجزء الأخير. هيا. هاي، أيها الفتى القط، كدنا نخسر. لم نخسر، لقد فزنا. أجل، أخبار سيئة نينجا. كان ذلك ذنبكم محاربي نينجا. حسن، نينجا الليل فاز بسباق، والمقنعون الصغار فازوا بسباق، لذا من يفز في هذا السباق الأخير سيحصل على الكأس. لا يمكن أن نخسر. وبما أنك لم تجد الكأس يا عديمة الفائدة، سأفعل بنفسي. اسمعوني، سأدخل السباق. لا تقلق نينجا، سأحرص على أن تفوز. إلا إن تفوقت عليه. لم تقل علينا أن نتسابق مع لونا. لسوء الحظ بوما، وافقتم على أن تكون الحكم، لذا هي من يضع القوانين. حسن، يتوجب على كل متسابق أن يتوازن فوق واحدة من هذه الكرات. أوه، أنا لا أحد يتوازن كالقطة. حسناً، لكن تذكر ببطء وثبات. استعدوا، تأهبوا، انطلقوا. خذ وقتك وسنفوز. إن أردنا الحصول على الكأس يجب أن أسرع. سرعة القط الخارقة. أنطلق بسرعة، لا يمكنني التوقف. أمسكي. أيتها المخادعة المحتالة، كان يجب أن أفوز. أوبس. الانطلاق بسرعة لم يساعدني بتاتاً. إن أردنا استعادة الكأس فيجب أن أتحرك ببطء. حان وقت البطولة. هاي، لقد فاز كل منا بالسباق، لذا تعادلنا. نحتاج إلى تحدي كبير وأخير، من يفز يأخذ الكأس. موافقان؟ حسناً، سنتسابق من هنا حتى قاعة الرياضة. وما هو المميز في هذا؟ أجل، لقد فعلنا ذلك بالفعل. فعلتموه وأنتم تحملون بيضة على ملعقة؟ هذا سهل للغاية.
حسن، لكن بوجود محاربي النينجا فوق رؤوسنا سيكون هذا سهلا. الفتى القط سيخفق مجددا، لذا أنا سأفوز. مستحيل، سأفوز. أعرف ببطء وثبات. ببطء وثبات، ببطء وثبات. بسرعة وإلا فستخسر أيها البطيء. بسببي؟ أنت الغشاشة. أجل. شكرا لكم. هذه الكأس لوقت النهار، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. هيا 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 كونر، هيا أجل. كونر هو الفائز، تفضل. حجر الزاحف المميز. لما نعود إلى المتحف؟ شاهدنا معرض الأحجار البارحة. أعرف، لكنني تركت حجري المميز هناك في مكان ما، أكره أن أفقده. اطمئن غريغ، التقطت الصور، أتذكر؟ ربما سنراها. ها هي، لقد وضعته حين التقطت هذه الصورة لي، لكنني نسيته. ولكن ما الذي يميز هذا الحجر؟ هل هو هدية؟ أجل، أعطاني إياه عمي. إنه حجر حقيقي من القمر، إنه رائع جدا، أنا أحمله معي في كل مكان. لنذهب ونحضره. كيف وصلت هذه الأشياء هنا؟ كل شيء ضخم وثقيل جدا. كيف سأدخل المكان؟ المتحف مغلق، فجميع الأحجار المغناطيسية سرقت البارحة. لا، هذا يعني أن حجري المميز سرق مع باقي الأحجار. من سيرغب في سرقة مجموعة الأحجار؟ ربما شخص لديه مغناطيس. بالفعل مغناطيس لونا، مؤكد هي. بالطبع، المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بومة. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار، هيا إن عثرنا على لونا بسرعة سنستعيد حجري المميز بسرعة. إلى طائرة بوما. ما الذي يحدث؟ يبدو أن هناك حقلاً مغناطيسياً يؤثر في الطائرة، يجب أن نطير بعيداً عنه. لا، إن كان مغناطيس لونا هو السبب في هذا سيقودنا إلى حجري. يجب أن نجد جميع الأحجار، أبذلي جهدك. سأفعل، لكن تمسكا، لأن هذا سيكون عنيفاً. واو، قطار في شعاع لونا؟ لم تحمل شيئاً ثقيلاً من قبل، لنرى كيف تقوم بهذا. هذا مسلم، مغناطيسي القوي أصبح خارقاً، قوياً بما يكفي ليحضر لي أي شيء. النظرة ثاقبة، هذا هو الأمر، إن
إنها تستخدم الأحجار المغناطيسية لجعل مغناطيسها أكثر قوة. الحجر معها؟ أظن ذلك. سأحضر مغناطيس لونا. انزلوا مخالب البومة. مهلاً، لا تفعلي ذلك. ماذا إن حطمت حجري المميز؟ قبضة الزاحف الخارقة. زاحف، حجرك ليس أهم من سلامتك. عد إلى هنا. أنا بأمان مع قبضة الخارقة. سأحضر مغناطيس لونا حين نقترب منها. حسناً زاحف، لنظر مع استخدام وضعية كاتم الصوت. سنتسلل دون أن تشعر بنا لونا. هاي لونا، معك شيء يخصني. ها؟ يبدو أن لدينا رفقة. قوة القمر، أحضري لي هؤلاء. كشفت أمرنا. أنا آسف، لقد غضبت جداً لأن لونا أخذت حجري. زاحف، حجرك شيء عادي، المهمة أكثر أهمية. علينا أن نستعيد جميع الأحجار. أنسيت؟ يجب أن نوقف المغناطيس قبل انخفضا. أنتم أيها الضعفاء لستم بقوة مغناطيس الخارق. استعدوا لهذا. اتخذ الزاحف الخارق. زاحف، أين أنت؟ نحتاج لمساعدتك. زاحف، أمسكت بك. عسف، ابتعدي. زاحف، أنت بخير؟ أجل، عليك أن تعيدي الأحجار المغناطيسية. أعيدي لي حجري على الأقل. الحجر الأبيض هناك. وأخسر القوة التي تساعدني؟ مستحيل. إنه مميز فعلا. مميز؟ وما المميز فيه؟ إنه مميز، أرجوك، إنه من القمر. القمر؟ لدي فكرة. ماذا؟ ماذا تعنين؟ ببساطة أيها القط، ما حاجتي لكل هذه الأشياء بينما يمكنني سحب القمر ليصبح ملكي؟ شكراً أيها الزاحف. لا، مهلاً، لا تفعلي، هذا تصرف سخيف وخطير. لا أكترث، أريد قمراً. أنا آسف، لم أقصد أن أعطيها تلك الفكرة، زل لساني. لا بأس بهذا، علينا أن نردعها الآن. الطيران بطائرتي ليس آمناً، قد تمسك بها بمغناطيسها. اطمئني، أنا لدي خطة، لكنني أريدك أن تقوم بدورك وألا تركز على حجرك فقط. موافق أيها القط. حسناً، نحن ثلاثة وعلينا أن نهتم بثلاثة أشياء، الفتاة لونا والمغناطيس والعثث. إليكما ما سنفعله. هذا رائع، أفضل شيء على الإطلاق، كله لي. قوة القمر، أحضري. أجل، بمغناطيس الخارق ستصبح لي وحدي. ليس إن تدخل المقنعون. حجري القمري. عثث، تخلصي من هذه البومة. ليس بهذه السرعة. أمسكت بالعثث والبومة تشغل الفتاة لونا. أحضر المغناطيس. حجري. لكن زاحف، إنه مجرد حجر. هيا أحضر المغناطيس فورا. لكنه قريب للغاية. لوحة لونا، هيا. هذا الزاحف السخيف يحب حجره بالفعل، لكنه مجرد قطعة من القمر. أنا أريد القمر كله. لقد ساعدتني بالفعل مقابل حجر واحد. لا يمكنك إيقافي الآن أيها الزاحف. قوة القمر، أحضري لي القمر. لا أصدق، هذا صحيح، أفسدت المهمة كلها بسبب شيء واحد.
حان وقت البطولة. ابتعدي ابتعدي ابتعدي. شكرا زاحف. ماذا سنفعل؟ أعرف كيف يمكننا أن نردع لونا. علينا فقط أن نرمي حجري المميز. مغناطيسي لونا أن يسحب القمر. وقد فعل. جزء بسيط من القمر، إنه حجري المميز. فكرة رائعة. ليس لفترة طويلة أيها الزاحف. رياح الثومة. هاي بسرعة، لونا مشغولة الآن. هيا فلنستعد كل الأحجار. هيا قفزة القط الخارقة. حصلت عليه. توقفوا يا سارقي الأحجار. لا إنها لي، كلها لي. أمسك به. كل الأحجار معنا. مغناطيسك ليس قويا كفاية لسرقة القمر لونا. ما زال قويا كفاية ليفعل. لكنني قوي كفاية لفعل هذا. عضلات الزاحف الخارقة. اذهبي من هنا يا لونا. سأنال منكم. حسنا، لقد عاد القمر إلى مكانه. ومن دون الأحجار لن يكون مغناطيس لونا قويا لتحريكه. تخليك عن حجرك المميز، تصرف شجاع. هل أنت بخير؟ أجل، لكن علينا أن نزيل العديد من الأشياء الضخمة. هناك قطار ومركبة فضاء أمام المتحف. سنفعل ذلك معاً. فلنهتف معاً، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لماذا نعود إلى المتحف؟ لقد جئنا كي نشتري لك حجراً من متجر الهدايا. لن يكون مميزاً كحجر القمر، لكن... شكراً، لست متضايقاً لعدم امتلاك حجراً. إنه مجرد شيء، والأشياء ليست مهمة جداً. رغم أن حجري كان مميزاً نوعاً ما، ساعدنا في إنقاذ الموقف. ربما علي أن أحضر حجراً جديداً، أو ربما لا، أو ربما أجل، أو ربما لا. من الجيد أن اتخاذ قرار ليس من قوتك الخاصة، وإلا فلن نتمكن من إنجاز شيء. حلقي عالياً أيتها البومة. متشوقة للعرض الجوي. سيكون هناك مناطيد والعديد من الطائرات تحلق عالياً كما أفعل الآن. مهلاً، أين الطائرات؟ لا أدري، كانت هنا في الليلة الماضية لكنها اختفت في هذا الصباح. علينا إلغاء العرض، نعتذر عن ذلك. هذا أمر فظيع. ترى من سيسرقها؟ هنا، انظرا إلى آثار الأقدام، إنها لمحاربي النينجا. اقترف نينجا الليل خطأ كبيرا. من سيتفوق علي في السرعة في تنفيذ المهمات؟ المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بومة. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. إلى طائرة البومة. إنه نينجا الليل. تلك الطائرات كانت مخصصة للعرض الجوي. لا
لكن ما الفائدة؟ إن لم يكن هناك أحد بارع في قيادتها مثلي، أمسكوني إن استطعتم. لا تقلقا أبداً، يمكنني أن أسبقهم وأنا مغمضة العينين. طائرة البوم الكفافة، سأزعجهم بأنوار الطائرة لإجبارهم على الهبوط. كوني حذرة، إن نينجا الليل يخبئ خطة شريرة دائماً. لا يملك أي فرصة أمام خبيرة طيران مثلي. المناورة رقم 77 الآن. لكن ماذا؟ أطلق الخطافات. بوما، ما الذي يحدث؟ لا أدري، أنا عاجزة عن الحركة. لنأخذ صاحبة الريش وصديقيها في رحلة مليئة بالاضطرابات. هل فعلنا؟ يا إلهي، أرجوك توقف. ماذا قلت يا صاحب الحراشف؟ هل قلت تلقف؟ ممتاز، اسحبوا الخطافات. تم تعطيل طائرة أخرى. القليل بعد وسأكون أفضل طيار في الجو، أفضل منك بكثير أيتها البومة. ماذا قصد بقوله أفضل طيار في الجو؟ ربما سيسرق المنطاد من العرض الجوي أيضاً، وكل شيء يطير في المدينة. بومة طاردي. ولكن طائرتي معطلة. لست بحاجة إلى الطائرة بومة، أنت بارعة في الطيران. لا أستطيع. ماذا تعنين؟ أعني أنه بارع، لست بارعة في الطيران مثله. ماذا؟ أنت مذهلة في الطيران، لا ذنب لك إن قام بتعطيل طائرة البومة بخطافه ذاك. أجل، وسنساعدك. لنأخذ طائرة البومة إلى المقر الرئيس، ثم سنذهب إلى المتحف. هاي، لم يكن ذلك صعباً؟ جيد أنني تذكرت أن الطائرة موجودة في المتحف. رائع. عمل جيد، ستمسكاني بنينجا الليل. لكنك خبيرة الطيران في فريقنا وستتولين القيادة. القيادة؟ لكن إنهم هناك، سوف يقومون بسحب المنطاد. حسناً بوما، كيف سنطير لإيقافهم؟ حسناً قولي ما العمل؟ لن نسمح لنينجا الليل بسرقة شيء طائر آخر. أنا لا بأس، اطمئني، سنحاول. انطلقوا أيها المقنعون. ماذا؟ توقف، لا أعرف كيف. لا، كان ذلك مضحكا جدا. على أي حال لا يمكنني البقاء، يجب أن أطير. ماذا حدث أيتها البومة؟ كنا بحاجتك في الأعلى. أعتذر، إنهم ماهرون للغاية. أرأيت ما حركات الشقلبة؟ ليسوا بمهارتك. ونحن لا نملك أي مهارة، عليك مساعدتنا. يمكنك القيام بهذا، يمكنك. حسنا، النظرة الثاقبة. سرق نموذج المركبة الصاروخية من المتحف. لا يمكن أن يسرقه، إذن ما الخطة؟ ربما باستطاعتنا. باستطاعتنا؟ حسنا، لن ينجح ذلك. لا بأس، سنفكر بحل في الطريق. الفتى القيد سينقذ الموقف. أيها القائد، افعل شيئا. للأعلى، أحاول. أين هم؟ هناك، أضعناهم. إنه بارع في الهبوط والشقلبة، لا يمكنني منافسته. مهلا، إلى أين تذهبين؟ إلى المقر، أقلعا من دوني. لن نفعل، نحن بحاجتك. أنت أفضل من يقود الطائرة،
نحن نثق بك. أنا سعيدة بذلك. أنت الوحيدة القادرة على تعليمنا الطيران، وإن لم تفعلي سيحصل نينجا الليل على كل طائرات المدينة. هل اشتقتم لي أيها المزعجون؟ حان الوقت لسرقة طائرة أخرى. حسناً بوما، إنهم يتجهون نحونا، لذا ربما يمكننا الاختباء خلف المقر وسوف نفاجئهم. حسناً، اتبعاني. يقتربون. لابد أن طائرة البوم المعطلة موجودة داخل المقر الرئيس، بينما يشعر المقنعون بالدوران لنسحب مبنى المقر الرئيس ونحطم طائرة البوم كلياً. العب يساراً بسرعة. لا، أعني يميناً. عد إلى أدراجك. رياح البومة. أيتها البومة، ترطي بشكل مذهل. شكراً، كان ذلك مذهلاً، لكن الآن علينا إيقاف نينجا الليل، وأنت الوحيدة القادرة على الطيران. أثبتت ذلك للتو. محق، ربما تغلب علي سابقاً، لكن سأريه الآن معنى الطيران الحقيقي. حان وقت البطولة. أجل. علي التفكير بسرعة، إنهم عالقون بالمقر، مما يعني اسحبوا اسحبوا. أجل، البت القيد، اتبعني. استعد، هيا انطلق. مستعدون، اسحبوا. وأخيرا أتيتم لتشهدوا انهيار برجكم الصغير. لن يحدث هذا أبدا. أيها البت القيد، استعد للطيران واتبعني. حين أقول هبوط، ادفع ذراعا للأمام بقوة. هبوط. أمسكوا بهم. للأعلى من فوقهم. والآن بقوة لليمين. نينجا، أمسكوا بهم. علينا أن نستعيد الطائرات. زاحف، نحتاج إلى قوتك الخارقة. فتى القط، اتبعني. اقترب، ابقى ثابتاً. عضلات الزاحف الخارقة. مستعداً للهبوط أيها القبطان؟ مستعد حضرة القائد. هيا. سأنال منكم في المرأة القادمة أيها المقنعون، سترون. نينجا، أخرجوني من هنا. كان ذلك رائعاً بوما، أنت أفضل قائد طائرة على الإطلاق. ربما في النهاية. هاي، انظرا، هذه باقي المركبات الطائرة. ولدينا الوقت الكافي لإعادتها قبل الغد، فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ونحن اللائمون. كان هذا مذهلاً. لم يكن سيئاً، لكن لو كنت مكانه لطرت بشكل حلقات ونفذت المناورة الحلزونية هكذا. الزاحف وصخرة الطاقة. كونغ فو؟ أجل، وجدته على الطاولة مليء بقصص رائعة عن معلم الكونغ فو. انظرا إلى كتابي، يتحدث عن أقوى الرياضيين في العالم. واو. ليس هذا فقط، انظرا إلى كل الأشياء التي فازوا بها، جوائز، كؤوس، ميداليات. هاي، ربما سأفوز بميدالية يوما ما. ربما لا توجد جائزة لقوات الزاحف الخارقة. هيا لنقرأ في الحديقة. لو أمكنني الفوز بشيء لأثبت أنني قوي. غريك؟ ماذا حدث لأعمدة الإنارة؟ إنها مثنية كلياً. واو، لابد أن الشخص الذي فعل هذا قوي. ربما زاحف، لكنه لن يحصل على جائزة. ثني الأعمدة خطأ. من فعلها؟
لنحصل على الإجابات. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الوطن والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى روما. أجل. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار إلى مركبة الزاهر. صديقي انظرا هناك، احترسا. صخرة تتدهرج في المدينة؟ قلت أسرع يا محاربي النينجا الكسالى، هناك صخرة علي تحطيمها. نينجا الليل، ما الذي يخطط له؟ لابد أن أحطمها، لا شيء يقف في وجه لكمة الثلاثية القوية. أو أو أو. أتتمرن على حركة رقص جديدة؟ لم تحذر هذه المرة. أيها المقنعون المزعجون، أنتم لا تملكون فكرة عما لدي، صحيح؟ صخرة كبيرة عملاقة؟ ليست مجرد صخرة عادية، محارب النينجا أحضروها إلى هنا من معبد قديم أعلى الجبل على بعد آلاف الأميال. إنها صخرة الطاقة القصوى. صخرة الطاقة القصوى؟ قرأت عنها في كتاب الكونغ فو، هناك أسطورة حولها تقول فيها وسام ثمين جداً. كهذا؟ إنها كالميدالية. إنه وسام وليس ميدالية، والبطل الأقوى فقط هو من يحطم الصخرة ليحصل عليه، وأقصد بالبطل الأقوى أنا. البطل الأقوى؟ لكنك لست بطلاً حتى. انتظروا لتروا ذلك الوسام حول عنقي، واضحكوا على ذلك. إذن وسام للبطل الخارق، ها؟ إن حصلت عليه سيعرف الجميع أنني كنت الأقوى. زاحف، عن ماذا تتحدث؟ ماذا لو حطمت الصخرة؟ عندها لن يحصل على الوسام، أنا سأحصل عليه وأضعه كالرياضيين في الكتاب. استخدموا مهارات الكونغ فو يا محاربي النينجا. اضربوا بقوة أكبر، هكذا. هيا. لست قويا بما يكفي نينجا، لكنني متأكد أنني أقوى. زاحف توقف. لكن إن حطمت الصخرة وحصلت على الوسام سيكف نينجا الليل عن المحاولة وتحطيم الأشياء. في أحلامك أيها الزاحف الأحمق. محاربي النينجا، تحرجوا تلك الصخرة. استمروا، سنحطمها في النهاية. إن استمر بدحرجة تلك الصخرة سيدمر المدينة، علينا إيقافه. هيا علي تحطيم الصخرة. لا أحد يستطيع تحطيم تلك الصخرة، علينا أن نوقفها. لكن الوسام سيثبت أنني قوي جدا وسأعلقه في غرفتي. أنت قوي جدا، وإن ضربت تلك الصخرة ستطير عاليا. لنجرب شيئا آخر، سأركض بشكل دائري حول نينجا الليل ومحاربيه. أجل، سأطير بالزاحف للداخل لنتمكن من تحطيمها. لا، لنحملها للمقر. حسنا، هيا بنا. سرعة الطفل الخارقة. أمسكتها، والآن لنحملها إلى المقر. لا ضير من محاولة واحدة. عضلات الزاحف الخارقة. زاحف. لقد أفسد خطتكما ولم تترك أرجله الصغيرة أثراً.
والآن شاهد كيف يستخدم سيد النينجا كل قوته. ضربة النينجا ساحقة. الملعب، لا، رياح الثومة. زاحف، التقطها. التقاطة رائعة. شكراً، لما لا أحاول مرة أخرى؟ ها؟ لكن سأكون حذراً، أنا أعلم جيداً أن باستطاعتي الحصول على ذلك الوسام. ها، ذلك الزاحف لا يملك أي تأثير. حقاً؟ سأنجح في المرة القادمة، سترى. نطحة محاربي نينجا القوية. 1، 2، 3. ماذا؟ أنا قوي بما يكفي. الزاحف محطم الصخور. لم تتحطم بعد. محاولة أخرى. عند حد معين يصبح الوضع سخيفا. هل استخدام نينجا الليل لأعمدة الإنارة في ضرب الصخرة لم يكن سخيفا؟ وجدتها. سوف أحطمها وسترون، حتى وإن اضطررت لضربها بأقوى مبنى في المدينة. واحذروا ما هو. ها، ليس بمقرنا. ماذا لو تحطم؟ لن نكون المقنعين الصغار من دونه. لا يمكنك فعل ذلك يا نينجا الليل. ظننتك ستفهم أيها الزاحف، فقد حاولت تحطيم الصخرة أيضاً. اقفزي. يا إلهي، لن أسمح بحدوث هذا. لا، لا، تتجه نحونا الآن. لا تقفوا هكذا محدقين. كان ذلك هو شيكاً. خرج النينجا عن السيطرة، وهذا كله بسببي. عضلات الزاحف الخارقة. أنا آسف، كان ينبغي أن أضع الصخرة في المقر الرئيس ولم أفعل، وأوشكت الصخرة أن تصطدم بكما. لا بأس، أعدنا المقر كما كان، لكنكما تعرضتما للخطر. الجميع في خطر طالما الصخرة موجودة في المدينة. كنت محقا بهذا. استعدوا للصدمة والذعر. إن استخدمنا هذا ستضرب الصخرة بقوة أكبر. مستحيل، حان وقت البطولة. لقد اكتفينا من تلك الصخرة. لن يوقفني أحد أيها الزاحف الأحمق. الوسام سيكون ملكي أنا. زاحف لا، ابتعد. سوف أتخلص منها. عضلات الزاحف الخارقة. واو، كانت تلك حركة خارقة بالفعل. أجل، لا أعلم ماذا حدث لي. شعرت فجأة بأنني أقوى من أي وقت. هذا لأنك أردت إنقاذنا من الخطر واستعملت كل نقاط القوة الخارقة لديك. محقان، أعد الوسام لي، إنه ملكي. لن يكون لك أبدا. لكن أنا من حطم الصخرة ورميتها على مقركم الرئيس. أنت رميتها، لكن زاحف من حطمها بقوته الخارقة. هذا غير منطقي. كيف يعقل أن يكون الزاحف أقوى مني؟ لأن القوة الحقيقية نابعة من اهتمامك بأصدقائك. أين التسلية في ذلك؟ لا بأس، احتفظوا به، لكنني سأعود في وقت غير متوقع أيها المقنعون. محاربي نينجا، سأرسلكم مجدداً إلى المعبد الجبلي لمزيد من التمرينات. أنت تستحق الوسام عن جدارة. شكراً، لكنه من مكان بعيد وهو مرتبط بأسطورة. من يحتاج إلى وسام على أي حال؟ سأضعه في المتحف ليراه الجميع. رائع، وربما هناك طريقة أخرى لإثبات قوتك مجدداً. فلنهتف معاً نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. لابد أن الذي حطم تلك الصخرة قوي جداً.
الذي فعلها؟ إنه اللغز.